اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقه. الاستاذ احمد الشمراني والاستاذ طارق بن طالب هم ضيفا حلقه الليله. نشوف اليوم الامير نواف بن فيصل رئيس العام لرعايه الشباب كرم منتخب المملكه للناشئين بمناسبه تحقيق بطوله كاس الخليج التاسعه في مكتبه في اللجنه في جده. في جده متابع التكريم. عقد لاعب غير سعودي واحد يمكن يكفي مدة سنة أو أكثر لإعداد جيل كامل من الناشئين والشباب. تصور قيمة عقد لاعب واحد. طبعا الأنظمة لا تسمح لنا بالتدخل في هذا الأمر، لكني أحث الأندية وأنا واثق أنهم إن شاء الله على قدر من المسؤولية أن فعلا يوجهوا الاهتمام والصرف لمثل هؤلاء الشباب، لأن اللاعب الأجنبي أو غيره مفيد ومهم لفترة محدودة، لكن اللاعب السعودي والأندية أصلا ما فتحت ولا أنشأت إلا لغرض واحد، وهي تنمية قدرات الشباب السعودي في مختلف الألعاب، في مختلف المناشط الثقافية والشبابية والاجتماعية المختلفة. فالحقيقة أحب أني أؤكد أن يعني على هذه النقطة، وأيضا أقول لجميع أيضا الزملاء الإعلاميين أيضا أنهم لا يلتفتوا لهم فقط في تحقيق الإنجاز كخبر عن الإنجاز أو خبر عن لا سمح الله عدم تحقيقه. المفروض الالتفات والمتابعة يكون على مدار العام قدر الإمكان، لأنهم فعلا أبطال ومخلصين لبلادهم مثل باقي زملائهم. فالحقيقة أكرر التهنئة والشكر الحقيقة لإدارة اتحاد القدم وإدارة المنتخبات وجميع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية وطبعا اللاعبين على رأسهم على ما قدموه من جهد، وإن شاء الله نأمل أن هذه البطولة تكون مقدمة لبطولات إن شاء الله قارية ودولية قادمة إن شاء الله. أنا خادم لها البلاد وخادم لها الشباب، وأي منجز هو الحقيقة لأهله ومن حققوه. وفي النهاية أنا أقول ألف مبروك لفريقي الاتحاد والأهلي، وإن شاء الله نأمل أن بإذن الله أن يحقق الكاس الآسيوي أحدهما، وكلهم على ما قال عينين في رأس. ونأمل أيضا أن الإعلام يكون حافز ويحفز مثل هذا التواجد، وأن لا يلتفت إلى الأمور التي يعني ما منها فود الحقيقة، مثل ما وجدنا في الأيام الماضية. وحقيقة يعني أجدها فرصة سانحة أن يعني طالما اليوم استقبالنا لأبطال كرة القدم، فإني يعني سأتحدث عن كرة القدم من وجهة نظر مسؤول يتشرف بخدمة قطاع الرياضة في الرئاسة وفي اللجنة الأولمبية. هذا كان حديث الأمير نواف بن فيصل خلال تكريمه لمنتخب الناشئين، وجه عدد من الرسائل.